اهلا وسهلا بيكم، يا رب يكون الجميع دايما بألف صحة وخير. معايا النهاردة مكونين اتنين بس هيعملوا لي قشطة. قشطة هتكون جميلة جدا 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 وطعمها اكتر من روعة. هتعجبك جدا، جربيها بنفس الطريقة اللي انا هعملها بيها دلوقتي ديت، وان شاء الله هتعجبك جدا ومش هتتخيلي مدى حلاوتها وطعمها الحلو الجميل. ماشي، بس طبعا قبل ما ابدا المقطع ده، يا ريت لو اول مره حد يشوفني او يشوف قناه عالم منوعات، يا ريت كده ما ينساش يسيب لنا اشتراك ويضغط على زر اللايك ويفعل زر الجرس ويسيب لنا كده كومنت حلو كده. ماشي حبايبي، يا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. تعالوا بقى نشوف النهارده هنعمل ايه. مكوناتنا الاثنين سهلين جدا وان شاء الله هيعملوا لنا قشطه حلو قوي هتعجبك يعني ان شاء الله باذن الله. وهي من خلال مية الكركديه، اظن طبعا الكركديه متوفر او الكركديه يعني متوفر عندك في متوفر في كل بيت يعني، حتى لو مش متوفر عادي ممكن تشتريه من عند العطار موجود يعني. هو طبعا من خلال مية الكركديه المغليه والحليب معايا، الاثنين دولت هيعملوا لي قشطه جميله جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا هحط هنا حليب وليكن مثلا مقدار كوبايه، نعمل حاجة بسيطة يعني، مش هعمل حاجة، وليكن مثلا مقدار كوباية مثلا بالشكل ده. ماشي اهيت، وهعمل كمان مغلي الكركديه. ماشي تعالوا بقى نحط هنحط الحليب دوت على النار، لازم طبعا تغليه كويس وتغلي برضو الكركديه. هنجيبي شوية كركديه، طبعا الشوية بيعملوا كمية كبيرة جدا فانا مش هاخد كتير، مش هاخد شوية كتير يعني، وليكن مثلا عندي طبق تاني اهو هتغلي فيه شوية كركديه وليكن قد دول كده. دول طبعا بيعملوا مية كتيرة جدا يعني كفاية قوي. ماشي متحطيش كتير يعني بالشكل ده، وهحط عليهم شوية مية وهبدأ ان انا اغليهم واسيب برضو الحليب لحد ما يغلي خالص. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين انا بغليهم دلوقتي اهو، بغلي الحليب على النار وكمان بغلي الكركديه اهو بالشكل ده، هسيبهم بقى يغلوا براحتهم خالص. هما بيغلوا بسرعة يعني مبياخدوش وقت. وبعد كده هنشوف احنا هنعمل ايه. حبيبي زي ما انتم شايفين كده انا حطيت خلاص انا غليتهم كويس، غليت الحليب كويس معايا اهوت. تعالوا بقى نشوف هنعمل قشطه ازاي. قشطه جميله جدا وطعمها هيطلع معاكي رهيب جدا. وكمان غليت ميه الكركديه اهيت بالشكل اللي انتم شايفينه دوت، شايفين حتى البخار طالع منها اهوت. ماشي حبيبي، طبعا انا هصفي بقى ميه الكركديه من الكركديه اللي فيها دوت بالمصفى بتاعتي. ماشي اهيت، تعالوا نصفيها مع بعض. هجيب مثلا اي طبق واحطه هنا مثلا وليكن هنا مثلا، وهبدا ان انا اصفي الكركديه بتاعي. ماشي طبعا هصفيه وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، انا بعد ما غليت الحليب اهوت وصفيت الكركديه بقى معايا بالشكل ده اهوت، صفيته خالص بالمصفى، طلعت الكركديه دوت بره والميه بتاعتي اهيت. ماشي والحليب اهوت. طيب هنعمل ايه بقى بعد كده؟ ان شاء الله الحليب دوت هيتحول لقشطه لو حطيتي عليه ميه الكركديه ديت. فكره جميله جدا، جربيها وانا هوريها لكم دلوقتي. معايا هحط الحليب دوت على النار ماشي، واحط عليه الكركديه حبه بحبه وهفضل ان انا اقلب، هتتحول لقشطه على طول. تعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. هروح ارجع احط الحليب على النار ونشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي، انا حطيت الحليب اهوت على النار بالشكل ده ماشي اهوت، استنى يغلي كمان مرة، استنى يغلي براحته ماشي. هو تقريبا اصلا كان غلي قبل كده يعني، انا هستنى يغلي براحته بالشكل ده ويغلي بسرعة يعني مبياخدش وقت. وهبدأ ان انا اضيف الحليب واحدة واحدة مع بعض ماشي. هو دلوقتي بيغلي اول، هبدأ ان انا اضيف الكركديه بتاعي، مية الكركديه بالشكل ده اهو. هتحول معايا القشطة بالظبط، هبدأ ان انا اقلب بالشكل ده. شوف
في النار، شايفين اتحولت معايا القشطة بالظبط اهيت اهي. طبعا الكركري مع الحليب والطعم بقى روعة، يعني الطعم جميل جدا. كلها حاجات طبيعية من البيت، يعني مش بتشتريها من بره. ماشي، ده كان شكلها معانا اهو. هتعملك شوية قشطة، يعني حاجة بسيطة. عملت لي حاجة بسيطة لان انا اصلا كمان عاملة حاجات بسيطة، يعني يا دوبك واخدة كوباية حليب واحدة بس، على حاجة بسيطة خالص كركديه، مش زي ما انتوا شايفين كده اهو. دوت كان منظرها معانا. طبعا انا بقى هصفي الخليط دوت وهنشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. رجعت لكم من تاني حبايبي، بعد ما صفيت غليت اللبن الحليب كويس تاني وحطيت عليه ميه الكركديه، ودوت كان شكل القشطه بتاعتي. حابه اقول لك بقى، لو انت عايزه تضيفي عليها كمان ملح وتاكليها مثلا مع العيش، بتبقى طعمها جميل جدا جدا جدا، وكلها مكونات طبيعيه. عملت لي حاجة بسيطة جدا، ايوه، لان انا حاطة طبعا مكونات، حاطة يا دوبك هما بس معلقتين حليب على حاجة بسيطة خالص كركديه. اهم حاجة طبعا انت تزودي في الحليب، يعني عشان يعمل لك كمية اكبر من القشطة. دوت كانت القشطة بتاعتي النهاردة اهيت اهي. طعمها بصراحة طبعا انا جربتها قبل كده كذا مرة، معذرة، انا جربتها قبل كده كذا مرة وكان بصراحة طعمها جميل جدا جدا، هيعجبك ان شاء الله باذن الله. جربيها بنفس الطريقة. طبعا انا استفدت كده حاجتين، استفدت برده كركديه ان انا هجيبه واستخدمه تاني، مش هرميه طبعا، هجيبه وغليه تاني في اي وقت عادي. وكمان استفدت القشطة اللي معايا دي، بصراحة طعمها جميل جدا. جربيها، جربي ان انت تعمليها بنفس الطريقة دي وهتطلع معاكي جميلة جدا. لو عايزه مثلا تحطي عليها شويه ملح وتاكليها مثلا على الفطار ان شاء الله، تبقى طعمها جميل جدا. جربيها، كلها حاجات طبيعيه، يعني كركديه والحليب حاجات طبيعيه جدا. عملت لي قشطه حاجه بسيطه، يعني لان زي ما قلت لك حاطه مكونات بسيطه خالص، مش حاطه حاجات كتير. يعني جربيها وان شاء الله يا بنات هتعجبك جدا. ديت كانت طبعا دي كانت طبعا ازاي الحلقه بتاعت النهارده، او الفيديو بتاع النهارده، ازاي تعملي قشطه من الكركديه والحليب. حلوه جدا جدا، وان شاء الله هتتبسطي منها جدا لو عملتيها بنفس الطريقه اللي انا عملتها بيها ديت. تعمل لك قشطه كده جميله جدا جدا، ان شاء الله هتعجبك جدا زي ما انت شايفاها معانا كده اهيت. جربيها ومش هتندمي ابدا ان انت عملتيها. والله طعمها بيكون جميل جدا، واكتر من رائع، اكتر من ممتاز. اهو شكلها معانا اهوت عشان تكونوا شايفينها كويس اهيت. يا رب تكون الكاميرا بس مبينها كويس. هتديكي طعم جميل جدا، وهتديكي بصراحه طعم حلو قوي ان شاء الله باذن الله لو عملتيها بنفس الطريقه ديت. وانا عملتها بمكونات سهله جدا، يعني جبت مغلي الكركديه وصفيت الكركديه كويس بالشكل دوت، اخدت الميه يعني وغليت الحليب كويس وحطيت عليه ميه الكركديه، بقى معايا بالشكل دوت. عمل لي قشطه حلوه جدا اهيت اهي. لو انت بقى حابه تحطي مثلا عليها ملح مفيش مشكله. واشوفكم يا رب على خير يا حبايبي. دوت كان فيديو معانا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. وجربي الوصفه ديت، هتعمل لك كركديه شويه القشطه دولت اهو. وصفه جميله جدا وبسيطه وسهله، مش هتكلفك حاجه في نفس الوقت. اشوفكم يا رب على الف صحه وخير، ويا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده. ويا ريت بقى تشيروا الفيديو دوت على جميع وسائل التواصل الاجتماعي عشان كله يستفاد منه. اشوفكم على خير يا رب حبايبي، باي باي.